أولاً الحاجة الأولى نحافظ على الواجبات تاع ربي عز وجل. نحافظ على الواجبات يوجبها ربي عز وجل والنبي عليه الصلاة والسلام. الواجبات أولاً الصلاة بلا مزيد نصلي. الزكاة المد الزكاة. الصوم نصوم. ربي كل الحج نحج. المعاملات القولية مع جاري يديرها فيها. المعاملات التجارية والمبادلات التجارية عدم رشوة عدم ريبة نديرها مليح، ما عندكش رشوة ما عندكش ريبة، هكذا ربي عز وجل يحبك ويدخلك للجنة. لأن الموت جماعة قلنا يا البارح، لو البارح عاودوا كل يوم كيموت، يوم ثلاثة يا جماعة. واش تعرفوا شحال 40 سنة في عمرهم. 40 سنة تعرفوا 50 40 سنة. كاين عجوزة بالنخلة وهذا هنايا ثلاثة. سيبك جياس بسوم 40 سنة في عمرهم، كونسير مال. لأن هذا ما يقول على قلنا صفى زبيد لا فيه ما كاين تمشي تجي حنا بكري كيف على بالناس ها يختلف للناس حسابهم وهم في غفلة معرضون في غفلة رانا في غفلة قولوا لا لا كيموت كيموت وش ندير نصلي اسمع وحده ما نصلي اسمع عندي الخير اسمع العاوي سالي ضرب نرجع حمله اسمع والله راه غلط فيه راح نطلب السماع علاش موت يا تخسر اهو والله نطلب السماع خويا في بلاد الدنيا يا خويا عفليت وعرفوا نرجع له عقب تاعو يا اخي اسمح لي يا بنتي اسمح لي يا وليدي اسمح لي هذا هو الانسان باش يروح يروح ربي عز وجل وهو صافي صلى الله تعالى ان يهدينا وان يتوب علينا هذا هو التواب الرحيم الجنازه رجل رحمه الله تعالى صلى الله تعالى ان يرحمه وان يرحم جميع موتى المسلمين الذين شهدوا له بوحدانيه وبين به بالرساله وماتوا على ذلك اللهم ارحمنا اذا سمعنا الى الدين سبحان ربك رب العزه عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين